صباح الخير مشاهدينا الكرام، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على الفيسبوك. نحن معكم مباشرة من الجنوب وتحديدا من القطاع الغربي. استفاق اللبنانيون والجنوبيون تحديدا صباح هذا اليوم على أصوات قوية تحديدا في منطقة القطاع الأوسط، حيث استهدف حزب الله سكنة برانيت العسكرية المتاخمة لبلدة رميش بعدد من صواريخ بركان. هذا الصاروخ الذي أعلن عنه حزب الله ودخل الميدان تحديدا في أول مرة هنا في منطقة حزب الله، لأول مرة هنا في مجلع العلام. هذا الصاروخ التدميري الذي يحمل ما بين 300 إلى 500 كيلوغرام من المتفجرات أطلق منه اليوم صاروخين على موقع سكنة برانيت، ويعني بحقود من عنده، وتأييدا يعني للمقاومة الفلسطينية. استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 8 من صباح هذا اليوم سكنة برانيت مركز قيادة الفرقة 91 بصاروخي بركان من العيار الثقيل، وتمت إصابتهم إصابة مباشرة. فإذا كما ذكرنا أن حزب الله استهدف عند الساعة 8 صباحا موقع سكنة برانيت، وهي السكنة مركز قيادة فرقة 91 بصاروخي بركان. هذه الصواريخ قصيرة المدى، وهي يعني تم تطويرها من قبل حزب الله ليصل مداها إلى 10 كيلومترات. هذه هي الصواريخ تطلق يعني كما ذكرنا من مسافات قصيرة، وأيضا هي تحمل ما بين 300 إلى 500 كيلو جرام من المتفجرات وتحدث أضرارا كبيرة. هذا ورد العدو الإسرائيلي بقصف مركز على أطراف عيتا الشعب وعلى أطراف يارون وحرش يارون، أيضا قصف مدفعي طال أطراف منطقة اللبوني و الناقورة، أيضا يعني سقوط عدد من القذائف على أطراف بلدة رميش، أيضا استهداف وأيضا استهداف لمنطقة عين الزرقاء وأطراف بلدة طير حرفة. فإذا مشاهدينا يعني في مع بداية هذا النهار وجه حزب الله ضربة قوية إلى سكنة برانيت، حيث استهدفها بصاروخين بركان. يعني ممكن نشاهد هذه الصور للدخان الذي يتصاعد من منطقة برانيت. أيضا يعني هذه الأصوات يعني فإذا مشاهدينا الكرام، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على الفيسبوك، فإذا كما ذكرنا أن حزب الله استهدف عند الساعة 8 من صباح هذا اليوم سكنة برانيت، وهي مركز قيادة الفرقة 91، وتم إصابتها إصابة مباشرة.
وقد استعمل حزب الله كما ذكرنا صاروخ بركان. هذا الصاروخ الذي يعني كما أشرنا سابقا يحمل ما بين 300 إلى 500 كيلوغرام من المتفجرات ويحدث أضرار كبيرة. وردا على هذا الأمر قام حزب الله بقصف أطراف بلدة يارون وحرش يارون، أيضا أطراف عيتا الشعب، أيضا يقصف أو قصف منذ بعض الوقت أطراف بلدة اللبونة ومنطقة اللبونة وبلدة هنا بلدة الناقورة وأيضا أطراف طير حرفة. فإذا نشاهد متابعينا نحن وإياكم هذه الأجواء من جنوب لبنان، لنعرج قليلا إلى غزة وما يحدث في غزة. وفي آخر المعطيات سرايا قدس أعلنت عن استهداف بقذائف تندم وعبوات 7 آليات عسكرية خلال اشتباكات في محاور التقدم شمال قطاع غزة. أيضا صفارات الإنذار تدوي في مناطق إيريز وياد ومردخاي ونتيف وعهسرة في غلاف غزة. المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة يقول الاحتلال الإسرائيلي يسعى لإخراج المستشفى الإندونيسي تماما عن الخدمة. الطواقم الطبية في المستشفى الإندونيسي تصر على البقاء لعلاج الجرحى. الوضع كارثي في المستشفى الإندونيسي والاحتلال يكثف هجماته عليه. الاحتلال يحاصر المستشفى ونخشى أن يكرر ما فعله في مجمع الشفاء. هناك ما يقارب 700 شخص بين الطواقم الطبية وجرحى داخل المستشفى الأندونيسي. فإذا هناك قصف مدفعي كما ذكرنا على أحراش يارون وبلدة مارون الراس. أيضا مشاهدينا قصف مدفعي على أطراف طير حرفة. فإذا مشاهدينا كما ذكرنا أن اليوم عند الساعة 8 صباحا استهدف حزب الله سكنة برانيت وهي مركز فرقة 91 في منطقة جنوب لبنان عند الحدود الجنوبية. تم استهدافها بصاروخين من نوع بركان. هذا الصاروخ الذي دخل الخدمة أولا منذ حوالي أسبوعين وأطلق على منطقة جل العلام المنطقة المتاخمة لنا. هذا يعني هذين الصاروخين لديهم قدرة تدميرية عالية بحيث يحمل كل صاروخ من بين 300 إلى 500 كيلوغرام من المتفجرات. هذا الصاروخ يحدث كما ذكرنا أدمار هائلة. ف يعني بحسب بيان حزب الله أن الصاروخين أطلقا على سكنة برانيت وتم تحقيق إصابات مباشرة في هذه السكنة. فإذا مشاهدينا الكرام هذه هي الأجواء الصباحية من جنوب لبنان، نحن من القطاع الغربي تحديدا. سنتابع معكم وإياكم في هذا النهار الطويل في بث مباشر لآخر التطورات والأحداث من الجنوب اللبناني. كان معكم محمد زينت يوسف فواز، صوت بيروت انترناشونال.